طيب ماذا عن صلاح؟ يعني صلاح ده زي ما بيقولوا كده، يعني مش عارف اقول لك ايه، ده الحاجه كده اللي هي بتخلينا كلنا نفتخر ان احنا مصريين. يعني طبعا اكيد كلنا بنفتخر، ولكن ليها حاجات اكتر. بزياده شويه. يعني الواحد لما يروح اي بلد، كده انا سافرت مثلا مع الكاميرون مع المنتخب، كان كل الجمهور الكاميروني قاعد بيشجع يقول لك عشان محمد صلاح. يعني مثلا ده كمثال، يعني الراجل مخلينا بنروح في حته تانيه خالص. امبارح دوري ابطال اوروبا اللي احنا كنا بنتفرج عليه للمتعه، كنا دايما كده نجيب اللب ونقعد والفشار ونقعد نتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا ده للمتعه. اول مره اللي بنتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا واحنا متنشنين، مش اول مره، تاني مره لما كنا وتالت مره كمان لما كان البطوله اللي خدها وبطولتين خسرهم. يعني خلاص احنا الراجل ده ودانا في حته تانيه خالص، وودى طموحاتنا في حته تانيه خالص. هداف الدوري الانجليزي، افضل يعني مساعد الاهداف في الدوري الانجليزي، اجمل هدف في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي للمره الثالثه، ده رقم كبير جدا جدا جدا. بطولات كبيره، خد كل البطولات مع ليفربول، الدوري، دوري الابطال، السنه دي واخدين كاسين، كاس العالم للانديه، كل البطولات المتاحه خدها مع ليفربول. وطبعا اكيد هو مساعد كبير جدا جدا لمنتخبنا الوطني، ساعدنا قبل كده في صعود لكاس العالم، ما حلفوش التوفيق المره دي، ولكن وصلنا للمرحله النهائيه مع اقوى فريق في القاره الافريقيه. نفس الكلام في بطوله افريقيا، رغم ان احنا مش ما كناش في الخمسه الكبار، ولكن برضو بمجهود اللعيبه ومجهود صلاح قدرنا نوصل للمباراه النهائيه. الراجل ده بيكتب التاريخ في حته ثانيه خالص. يعني كفايه منافسته الدايمه على افضل لعيب في العالم وحصوله على افضل لعيب في افريقيا، لا يعني كل بصراحه يعني كل الفخر كلنا فخورين بيه. يمكن لسه اتحاد الكوره وانا بكلمك اصدر بيان، طبعا برئاسه جمال علام، اصدر بيان يعني بيشيد بمحمد صلاح وبيؤكد على الانجازات الكبيره اللي حققها، رغم طبعا خساره دوري ابطال اوروبا، ولكن الراجل حقق انجازات كبيره جدا 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 في السنه دي كمان. يعني السنه اللي احنا بنقول ان هو خسر فيها، لا ده هو عمل نجاحات كبيره جدا جدا جدا. فيعني كل طبعا التوفيق لمحمد صلاح نجمنا الكبير. النهارده شفناه وهو بيحتفل، يعني كلنا انبسطنا وهو بيحتفل النهارده ببطولتين الكاس اللي خدهم مع ليفربول، والاحتفالات الكبيره في مدينه ليفربول، والتقدير الكبير ان الصوره اللي في الواجهه لفريق ليفربول اللي تبقى على الاتوبيس تبقى لمحمد صلاح. قد ايه الناس دي بتقدر محمد صلاح، وقد ايه الناس دي بتشوف محمد صلاح في مكانه ثانيه. ادينا شفنا سون مثلا لما خد مناصفه مع محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي، شفنا في كوريا عملوا معاه ايه، واستقبال الابطال. اعتقد ان محمد صلاح بيكتب التاريخ في حته ثانيه خالص، واعتقد ان هو لما يجي هيلاقي الاستقبال ده، وهيلاقي الترحاب ده، وهيلاقي كل المصريين في ظهره وبيقولوا له احنا شايفين اللي انت بتعمله، فخورين باللي انت بتعمله، حاسين باللي انت بتعمله، بالمجهود الكبير اللي انت بتعمله. وان شاء الله باذن الله محمد صلاح يكمل مسيرته بالشكل ده، وهو كمان يبقى ليه دور ان هو يطلع لنا اكتر من محمد صلاح في الفتره الجايه. صحيح، وانا اظن هو بيعمل كده بشكل غير مباشر.